الدرس التاني بتاعنا يا بنات بيتكلم عن مجال الجاذبية. وقبل ما نتكلم على مجال الجاذبية لازم نعرف قيمة الشعر. قيمة الشعر هي الابتكار، القدرة على الابتكار موهبة أوضحها الله في كل عقل. كل ما عليك أن تبدأي، ابدأي ابتكري دائما لتصلي إلى القمة. قيمة الأسبوع يا بنات اسمها الإيثار. يعني ايه الإيثار؟ الإيثار هو تفضيل الغير عن النفس. الإيثار تعتبر صفة محمودة. الإيثار هي أعلى درجات الكرم. قال تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. صدق الله العظيم. نبدأ درسنا يا بنات. تعالي بنات النهاردة نتكلم على مراجعة على قانون نيوتن للجاذبية. ايه هي الأهداف؟ في نهاية الدرس ينبغي أن تكون الطالبة قادرة على أن تتعرف على الأسئلة المتنوعة على الدرس، تحل مسائل حسابية على قانون نيوتن وتسارع الجاذبية، تكتسب مهارة الإجابات النموذجية على قانون نيوتن طيب نشوف أول سؤال عندنا بيقول: إذا كانت قوة التجاذب الكتلي بين جسمين المسافة بينهما دي تساوي، يعني بيديني يا بنات قوة التجاذب الكتلي 64/10^8، فكم تصبح هذه القوة إذا صارت المسافة بينهما نص المسافة دي؟ يعني إذا المسافة قلت، أدام المسافة قلت للنص هتبقى قوة التجاذب عندي هتزيد كم مرة؟ 4 مرات. يبقى هضرب الإف دي في 4، فالإجابة عندي هتطلع 2.56/10^6. السؤال اللي بعد كده بيقول لي: إذا تضاعفت المسافة، إحنا عارفين لما المسافة تتضاعف يبقى إيه اللي يحصل؟ برافو، القوة هيحصل لها إيه؟ هتقل. طيب بس خدي بالك هنا الآر سكوير، فلما تبقى 2 سكوير يبقى هتقل الإيه؟ للربع، يبقى تصبح ربع ما كانت عليها. يبقى الإجابة بتاعتي، نسجل الإجابات بتاعتنا، بالنسبة لي هنا هتبقى دي الإجابة، دي هتصبح إيه؟ ربع ما كانت عليها. نشوف مسألة كده تانية بيقول لي: ما مقدار قوة التجاذب الكتلي بين بروتونين تفصل بينهما مسافة، علما بأن كتلة البروتون بتساوي، ومديني الجي. تعويض مباشر في القانون يا بنات، هقول إن الإف جي بتساوي جي إم إم، ممكن أشيل إم إم وأحط بدلها إم سكوير عشان الكتلتين ليهم نفس الكتلة، على ار سكوير. تعويض مباشر يا بنات، هنعوض في القانون، هشيل الجي وعوض عنها بقيمتها، واشيل الام وعوض عنها بقيمتها، واخد بالي ان الاتنين ليهم نفس الكتلة، فهقول سكوير على 1.4×10^14 كل سكوير، فالاجابة بتاعتي يا بنات هتبقى 49/10^37 نيوتن. طبعا هو كاتب هنا اختيارين شبه بعض، فيبقى عادي اي واحد منهم. طيب سؤال تاني بيقول لي: احسب شدة مجال الجاذبية على سطح كوكب كتلته، الكتلة بتاعته 100 مرة كتلة الارض، ونص قطره 10 مرات نص قطر الارض. مديني الجي ومديني الار ومديني كتلة الارض ومديني عجلة الجاذبية للارض. ممكن يبقى لازم استخدم القانون بتاعي عادي، الجي شدة مجال الجاذبية بتساوي الجي ثابت الجذب العام في كتلة الكوكب على نص قطر الكوكب تربيع. وممكن اعمل مقارنة زي ما انا عاملة كده، المقارنة جي 1 على جي 2 بتساوي ام 1 ار 2 سكوير على ام 2 ار 1 سكوير. طيب هعوض الجي الاولانية يا بنات ب10، الجي التانية اللي هي بتاعت الكوكب مجهولة، كتلة الارض هقول عليها ام، كتلة الكوكب 100 مرة كتلة الأرض. هنا يا بنات نص القطر بتاعها 10، نص القطر بتاع الكوكب 10 مرات، يعني 10 آر كل سكوير. يبقى أنا هنا دلوقتي 10 آر سكوير على 100 إم آر سكوير. فهبتدي أختصر الاختصارات اللي عندي. أول حاجة الإم طارت مع الإم، والار سكوير طارت مع الار سكوير،
اخد بالي ان 10 سكوير يعني 100، فطلت مع 100. اذا الجي 2 يا بنات هلاقيها بتساوي 10 متر على الايه؟ على الثانية سكوير. مسألة سهلة ما فيهاش حاجة، كلها تعويض مباشر، ما خافش من الارقام، احل عادي ادام انا عارف القانون بتاعي، اخد بالي من التحويلات لو في تحويلات. بيقول لي بناء على قانون نيوتن، بناء على قانون نيوتن في الجذب العام، قوة التجاذب بين اي كتلتين تتناسب طرديا. احنا قلنا قانون نيوتن للجذب العام بيقول ان قوة التجاذب تتناسب تناسبا طرديا مع حاصل ضرب كتلتين وعكسيا مع مربع المسافة بين مركزي الكتلتين. يبقى هنا الاجابة بتاعتي هي الاجابة سي. طيب بيقول لي عندي 4 كواكب A B C D كتلتها وأنصاف أكترها مبينة في الجدول، فإذا كانت كتلة الأرض M ونص قطر الأرض R، أي من هذه الكواكب الأربعة تكون عجلة الجاذبية له مساوية لعجلة الجاذبية الأرضية؟ إذا يا بنات أشوف الكتلة، أي تغير في الكتلة يلاشي تغير مين؟ نص القطر، يعني يتحذفوا مع بعض بحيث ان الجي تبقى نفسها جي للارض. طيب هل لما 2 ام و2 ار، طبعا ال 2 ام فوق وال 2 ار لما يحصل لها سكوير هتبقى 4 ار، كده هتبقى لا النص ما ينفعش. ال 2 ام وار على جذر 2 اما تتربع الار فهتبقى الاثنين هتبقى فوق، بالعكس هتبقى الكتل الجي هتبقى 4. طيب اما الكتله قلت للنص تمام، ونص القطر قل للنص، فطبعا اما نص القطر هيقل على، مش النص، على ار على جذر 2، فالار على جذر 2 هتبقى ار سكوير والجذر 2 هتبقى 2، فهتطلع فوق جذر 2 في جذر 2 يعني تمام يعني 2، فبالتالي فوق هيبقى 2 وتحت هيبقى جذر 2، ما ينفعش. شوف اللي بعدها، الكتلة قلت للنص تمام، يعني الاتنين نزلت تحت ونص القطر بقى ار على جذر 2، جذر 2 هتطلع فوق جذر 2 في جذر 2 هتطلع 2، يبقى مين عندي الإجابة الصحيحة؟ هي الإجابة دي. تاني يا بنات أشوف التغير اللي بيحدث لمين؟ للإم، يلاش التغير اللي يحدث لمين؟ لنص القطر، بس أخد بالي إن الآر هنا سكوير، فالآر هنا سكوير والجذر 2 سكوير هيبقى 2، هيبقى هيزيد فوق، شدة الجاذبية هتزيد للضعف، أما الكتلة لما تقل للنص فشدة الجاذبية هتقل للإيه؟ للنص. 2 و2 هيروحوا مع بعض، يبقى إذا الإجابة بتاعتي هي الإجابة دي. بيقول لي تم وضع كرتين من المعدن كتلتهما، مديني كتلة الأولانية وكتلة التانية، بحيث يبعد مركز كل منهما بمسافة مقدارها، مديني المسافة، ما مقدار قوة التجاذب بين الكرتين؟ بيقول لي خدي بالك استخدمي ان الجي بتاعتي بتساوي 6.67 × 10^11. عوض تعويض مباشر في القانون، انا عندي ان الاف جي بتساوي ام ام على ار سكوير، الجي هو مديهالي 6.67 × 10^11 في 2.3 × 1.5 تقسيم الار سكوير، ما انساش عشان كلكم دايما بتنسوا الار سكوير، يبقى 2 تربيع يعني 4، على الآلة بتاعتي هتطلع 5.75 × 10^12، يعني يا بنات الإجابة بتاعتي أو الاختيار بتاعي هو الإجابة س. معايا يا بنات؟ تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح الدائم. بناتي احنا منزلين اسئله كتير جدا، دربي على حل الاسئله، كل ما بتحلي اكتر كل ما نسبه الخطا بتقل، التكرار يقلل نسبه الخطا، التكرار يقلل نسبه الخطا. بناتي معاكم امتحان على الدرس الاولاني، عايزه الاجابات تكون جاهزه على الحصه القادمه ان شاء الله. اشكركم.